بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة تطوير الخدمات التعليمية ترحب بكم وتقدم لكم درسا من دروس النحو والصرف المستوى السادس المسار الأدبي للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني، وموضوع درسنا هو مراجعة عامة على العدد. يعد الدرس ويقدمه محدثكم إبراهيم بن عبد الله الفهيد. ننطلق على بركة الله. سنتعلم اليوم أو أهداف درسنا أن نكسر حاجز الخوف والرهبة من الاختبارات وتستعد لها، أن تميز بين أنواع العدد، تبين حكم العدد من حيث التذكير والتأنيث، تحدد تمييز العدد وتكتب العدد بالشكل الصحيح، وتوظف ذلك في التعبير الكتابي والشفهي. نبدأ مقدمة تمهيدية نستعرض فيها درس العدد. ذكرنا سابقا أنواع العدد وقلنا أن العدد هناك أعداد مفردة وهي من 1 إلى 10 والمئة والألف ومضاعفاتها، وسميت بالمفردة لأنها من كلمة واحدة. أما النوع الثاني فهو العدد المركب من 11 إلى 19، وسمي عددا مركبا لأنه يتكون من جزئين، فأحد هنا جزء وعشر الجزء الثاني، ولذلك سميت أعدادا مركبة. النوع الثالث وهي الأعداد المعطوفة من 21 إلى 99، وسميت بالمعطوفة لأنه يتوسط بين العددين أو بين الجزئين حرف عطف، فنقول 25، فهنا يتوسط بين 25 حرف عطف الواو. النوع الرابع وهو ألفاظ العقود وهي من 20 إلى 90. كذلك ناقشنا حكم العدد مع المعدود، وبينا أن العدد المفرد 1 و2 يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، فإذا كان المعدود مذكرا يأتي العدد مذكرا، وكذلك إذا جاء العدد المعدود مؤنثا فالعدد يأتي مثله ومطابقا له مؤنثا. أما العدد المفرد من 3 إلى 10 فيخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فالمعدود مذكر يكون العدد مؤنثا والعكس أيضا. أما 100 و1000 ومضاعفاتها فتلزم صورة واحدة مهما كان المعدود مذكرا أم مؤنثا، فالمئة هي المئة والألف هو الألف. كذلك تعرفنا على حكم العدد مع المعدود في العدد المركب، وقلنا أن العدد المركب 11 و12 يطابق كلا الجزئين، فأحد هنا وعشر يطابق كلا الجزئين في التذكير والتأنيث. أما العدد من 13 إلى 19 فقلنا الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يطابق المعدود. أما العدد ألفاظ العقود من 20 إلى 90 فتلزم صورة واحدة لا تتغير، مثلها مثل 100 و1000 مهما كان العدد مذكرا أم مؤنثا. أما الأعداد المعطوفة من 21 إلى 99 فيأخذ الجزء الأول منها حكم الأعداد المفردة. ماذا نقصد بذلك؟ الأعداد المفردة من 1 إلى 10 فهنا ما بدأ ب1 و2 يطابق، أما ما بدأ من 3 إلى 9 فيخالف المعدود مثله مثل الأعداد المفردة. أما الجزء الثاني فيأخذ حكم ألفاظ العقود لا تتغير وتلزم صورة واحدة. تمييز العدد، تحدثنا عن تمييز العدد فقلنا أن العدد المفرد من 3 إلى 10 تمييزه يكون مجرورا بالإضافة، أما 100 و1000 ومضاعفاتها فتمييزه مفرد مجرور بالإضافة. أما العدد المركب والمعطوف وألفاظ العقود فتمييزها يكون مفردا منصوب. قد يسأل أحدكم فيقول أين العدد 1 و2 في العدد المفرد؟ نقول أن العدد 1 و2 ليس له تمييز ويمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بالمعدود. نأتي الآن إلى تدريبات عامة ومراجعة للعدد.
استخرج العدد وبين نوعه. قرأت 25 كتابا وفي محفظتي 1000 ريال ونظمت 13 قصيدة. العدد هنا في هذه الجمل هو 25 وألف وثلاثة عشر. 25 ما نوعه من العدد؟ هل هو مفرد أم مركب أم معطوف أم ألفاظ العقود؟ والإجابة الصحيحة هي عدد معطوف يتوسط بين الجزء الأول والجزء الثاني حرف عطف. العدد 1000 من أي أنواع الأعداد؟ نقول هو من العدد المفرد. العدد 13 نسميه ونطلق عليه عدد مركب، ونقصد بالعدد المركب أي أنه يتكون من جزئين، فالجزء الأول 3 والجزء الثاني 10. سؤال آخر، بين حالة العدد مع المعدود. ما معنى ذلك؟ حالة العدد أي أنه إما أن يكون يخالف أو يطابق المعدود أو يلزم صورة واحدة. هذه هي الحالات الثلاث التي تأتي فيها الأعداد. قال تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. 40 ليلة، ما حالة العدد مع المعدود هنا؟ فالعدد 40 والمعدود ليلة، فأربعين هل يخالف المعدود أم يطابق المعدود أم يلزم صورة واحدة؟ وأربعين من ألفاظ العقود، وقلنا أن ألفاظ العقود ماذا حكمها مع العدد؟ تلزم صورة واحدة. سؤال آخر، بين حالة العدد مع المعدود في قوله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. العدد 7 من أي أنواع العدد؟ هو عدد مفرد. ماذا قلنا عن العدد المفرد من 3 إلى 10؟ هل يطابق أم يخالف أم يلزم صورة واحدة؟ والإجابة هي العدد 7 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. ضع كل عدد في المكان المناسب. أمامك الآن الأعداد 3 و15 و30 و47. من الذي يتحكم في اختيار العدد؟ هو التمييز. في القرآن الكريم جزءا، بالتأكيد القرآن الكريم يحتوي على 30 جزءا. ارتفع الطائر فراغ مترا، التمييز هنا جاء مذكرا، مفردا، مترا، منصوبا. ما العدد المناسب له؟ هل نقول 3؟ 3 تمييزها يكون جمعا. هل نقول 15 أم 47؟ 15 عدد مركب تمييزه يكون مفرد، والتمييز هنا مفرد، وتمييز 15 يكون منصوب، ومترا منصوب. 5 هنا مؤنث وهنا مذكر، فالعدد المركب من 3 إلى 10 يخالف الأول والجزء الثاني يطابق. إذن الإجابة الصحيحة هي 15 مترا. لماذا اخترنا العدد 15؟ لأن هنا مؤنث ومذكر وهنا مذكر مذكر، فالجزء الأول يخالف والجزء الثاني يطابق، وتمييز العدد المركب يكون مفردا منصوبا. حفظت ماذا نقول؟ هل نختار العدد 3 أم 47؟ إذن الإجابة الصحيحة 47، فالأعداد المعطوفة الجزء الأول هنا 7 يخالف المعدود، فآية مؤنث و7 مذكر و30 يلزم صورة واحدة. في الحقيبة نقول 3 أقلام، فثلاثة مؤنث وأقلام مذكر، فالعدد هنا يخالف المعدود. ننتقل إلى سؤال آخر، أبدل الأعداد بألفاظ مراعيا صحة الصياغة وتمييز العدد. يوجد في المدرسة العدد 3 والمعدود ساحة. العدد 3 يخالف فيكتب بصيغة المذكر 3 ساحات، والتمييز هنا جمع مجرور بالإضافة. والعدد 15 والمعدود فصل، فالمعدود مذكر والعدد 15 الأول يخالف والثاني يطابق المعدود،
فيكتب بصيغة الجزء الأول مؤنث والجزء الثاني مذكر، وهنا تمييزه مفرد منصوب. في كل فصل العدد 27 والمعدود طالب، فكيف نكتب العدد 27؟ الأول يخالف والثاني يلزم صورة واحدة، فنقول 27 طالبا، والتمييز هنا مفرد منصوب. يقوم بتدريسهم، العدد هنا من ألفاظ العقود فيلزم صورة واحدة وهو مرفوع، فنقول يقوم بتدريسهم 20 معلما. اختر الصياغة الصحيحة للعدد ومعدوده مما يلي. في المثال الأول معي، هل نقول 3 كتب أم 3 كتابا أم 3 كتابا؟ التمييز هنا العدد 3 والمعدود مذكر، والعدد 3 يخالف، فنقول معي 3 كتب. أنفقت، هل نقول 70 ريالا أم 70 ريالا أم 70 ريال؟ العدد هنا من ألفاظ العقود يرفع بالضمة وينصب ويجر بالياء، فأنفقت فعل وفاعل، وهنا العدد سيعرب مفعولا به والمفعول به يكون منصوبا، إذن 70. التمييز هنا تمييز 70، هل هو مفرد منصوب أم مجرور؟ هل هو مفرد منصوب أم مجرور؟ إذن الإجابة الصحيحة أنفقت 70 ريالا. سورة الممتحنة، العدد هنا 13 والمعدود آية، فآية مؤنث، إذن الجزء الأول لابد أن يكون مذكرا والجزء الثاني مطابقا له أي مؤنثا، والتمييز يكون منصوبا. إذن الإجابة الصحيحة هي 13 آية، الجزء الأول هنا خالف والجزء الثاني طابق، والتمييز هنا مفرد منصوب. اختر الضبط الصحيح لتمييز العدد فيما يأتي. حضر الدرس 10، العدد هنا 10، تمييزه يكون مفردا منصوبا أم مفردا مجرورا أم جمعا مجرورا بالإضافة؟ إذن الإجابة الصحيحة حضر الدرس عشرة ماذا نقول؟ طلاب، تمييزه جمع مجرور بالإضافة. وصل 16، العدد المركب 16، تمييزه يكون ماذا؟ مفردا منصوب. إذن الإجابة الصحيحة وصل 16 مسافرا. وأخيرا تعلمنا اليوم أن نميز بين أنواع العدد، العدد المفرد من 1 إلى 10 والمئة والألف ومضاعفاتها، وكذلك العدد المركب من 11 إلى 19 والعدد المعطوف من 21 إلى 99 وألفاظ العقود من 20 إلى 90. أيضا تعلمنا اليوم وعرفنا حكم العدد مع المعدود، فقلنا أن العدد المفرد 1 و2 يطابق، أما من 3 إلى 10 فيخالف، والمئة والألف يلزم صورة واحدة. أما العدد المركب 11 و12 يطابق كلا الجزئين، ومن 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يطابق. الأعداد المعطوفة مثلها مثل الأعداد المفردة، فواحد واثنان يطابق، ومن 3 إلى 10 يخالف، وألفاظ العقود هنا تلزم صورة واحدة. كذلك تعلمنا وعرفنا تمييز العدد، متى يكون جمعا مجرورا بالإضافة، ومتى يكون مفردا مجرورا، ومتى يكون مفرد منصوب. فالجمع مجرور بالإضافة هو من 3 إلى 10، والمفرد المجرور هو تمييز المئة والألف ومضاعفاتها، وبقية الأعداد يكون تمييزها مفردا منصوبا. في الختام أشكر لكم حسن استماعكم، إلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.